تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. لما الأرض هتتكلم تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وانطلاقا من الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية، تواصل الوزارة توزيع بواد غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، بخاصة المرأة المعيلة، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك. شكرا لسيادة الرئيس على الجهود اللي بيعملها معانا، وكل سنة هو طيب بمناسبة رمضان، وشكرا لوزارة الداخلية اللي هي معانا على طول في إسماعيلية وما بتنساناش. شكرا لسيادة الرئيس وشكرا على المبادرة، وكل سنة وانتم طيبين. واللي بيسهر وبيحبيها الناس بتنام هو عليها ويضحي بروحه ويبديها. شكرا ان انتوا جيتوا لنا لحد هنا، وبنشكركم وبنشكر سيادة الرئيس على هدية رمضان، وكل سنة وانتم طيبين. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبتسند بعض. الله الله المصريين لما يحبوا. احنا بنشكر الرئيس جدا وبنقول له متشكرين على كرتونة رمضان. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان. الله الله المصر. كل سنة وانتوا طيبين وما نتحرمش منكم، وربنا يخلينا مصر وظباط مصر والرئيس ربنا يخليهولنا يا رب ويبارك لنا فيه وما نتحرمش منه يا رب. واللي هيستهون بتاريخنا فورا هيلاقي الرب. يا بلادي روحي في دالي دايما فاكرنا مش نسينا، وتحيا مصر يا رئيسنا. ربنا يخلينا مبادرة كلنا واحد، ويحيا الرئيس. واللي بيسهر وبيحبيها الناس بتنام هو عليها ويضحي بروحه ويبديها. سيادة الرئيس دايما فاكرنا في شهر رمضان وقبل رمضان، وربنا يخلينا سيادة الرئيس، وتحيا جمهورية مصر العربية. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وبنستتبع. الله الرئيس عبد الفتاح السيسي ربنا يطولنا في عمره ويخليه لنا، ويجعل مصر بلد الامن والامان الى يوم الدين. تحرص الوزاره من خلال هذه المبادره على الوصول الى المواطنين المستحقين لهذه المساعدات بكافه المحافظات بهدف تخفيف الاعباء عنهم، وهو ما كان موضع اشادتهم. كل سنه وحضراتكم طيبين، وربنا يخلينا الرئيس اللي دايما فاكريننا بالخير، وشرفتونا وشرفتوا مدينه سوهاج الجديده. لما الارض هتتكلم شوف بقى هتقول ايه عن مصر، البلد اللي ولادها ابطال وتاريخهم مليان. هذه المبادره التي تاتي انطلاقتها مع حلول شهر رمضان المبارك اسهاما من وزاره الداخليه لرفع الاعباء عن كاهل الاسر المصريه عن طريق تلبيه جزء من احتياجاتهم، وتماشيا مع المبادره الرئاسيه حياه كريمه. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان دايما واقف جنبنا ومش ناسينا في اي حاجه، ونشكر وزاره الداخليه ان دايما معانا في كل حاجه في كل مناسبه. مبسوطين بالهديه اللي سياده الرئيس جابها لنا عشان رمضان، وكل سنه وانت طيب يا ريس، وربنا يخليك لنا يا رب وعينك يا رب. أنا فرحانة بهدية رمضان، وسيادة الرئيس جايبها لنا لحدنا وجايب لنا الدنيا كلها عندنا، ربنا يخليهولنا يا رب. واللي بيسهر وبيحبيها الناس بتنام هو عليها ويضحي بروحه ويبديها علشان بلده. يا مصر كمان سيادة الرئيس ربنا يخلي معاك يا رب، ويخلي سيادة الرئيس ربنا يخليكم ويبارك فيكم كل تمام. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم. لما الأرض هتتكلم شوف بقى هتقول إيه عن مصر، البلد اللي ولادها أبطال وتاريخهم مليان. الله الله. نشكر سيادة الرئيس وزارة الداخلية، وخاصة على جهودهم معانا وعلى مبادرة كلنا واحد الموجودة في جنة النهاردة إن شاء الله، والسادة الضباط اللي بيتفضلوا بتوزيع الحاجة على الناس. وبشكر الرئيس وأقول له كل سنة وأنت طيب إن أنت افتكرتنا في شهر رمضان. محروسة يا مصر ومحمية. ايدين تبني وايدين صنعت وايدين
نرحب بسيادة الضباط، نشكر سيادة الرئيس، نقول له كل سنة وانت طيب. واللي بيسهر وبيحبيها الناس بتنام هو عليها ويضحي بروحه ويبديها علشان بلده وجوه. يا ربنا يخليك يا رب ويخلي لنا المبادرة ويخلي لنا الرئيس السيسي يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. ربنا ما يحرمنا منكم يا رب. يا بلادي روحي فداليكي، أقدم حضرات كانت فيك. سعي دائم من وزارة الداخلية لتطبيق الجانب الاجتماعي والإنساني في استراتيجيتها الأمنية من خلال تفعيل مبادرة كلنا واحد، والتي نجحت في تحقيق مستهدفاتها في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. احنا نشكر الضباط اللي جينا النهاردة شرفونا في الأقصر وحيفا يوزعوا لنا كراتين رمضان، ونشكر الرئيس فتح السيسي ان شاء الله يكون دايما معانا وربنا يحميه يا رب معانا. نورتونا في الأقصر والله، وعيش الرئيس. يا بلادي روحي فداليكي، أقدم حضرات كانت. تحيا مصر، تحيا مصر.